السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. وان شاء الله ندير لكم جولة في حي الرحمة. حي الرحمة ماشي مدينة الرحمة، حيت كاين فرق. حي الرحمة يعني فيلات كاينين فيه مولاي رشيد، شو الكلاب. توكلوا هذاك الدري طلعوا من هنا. بالنسبة لمدينة الرحمة، مدينة الرحمة راه جات في غرب الدار البيضاء، يعني هي حدا البحر. احنا بالنسبة للحي الرحمة هذا جا يعني الفوق ديالو هو شارع بقى دار الصحراء، ولتحت كاين شارع الشارع 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 المولى اسماعيل بحال موكا. غتنكتبو لكم الفول، ماشي مولى اسماعيل. انا نكتبو لكم الفول، يعني في اسماعيل ولكن ماشي المولى اسماعيل. هنا المسجد التوفيق، يعني الناس اللي بغان يقراو ولادهم القرآن راه كاين هنا واحد الكتاب هذا في هذا مسجد التوفيق اللي كاين في حي الرحمة. يعني الناس اللي قراب هنا راه قدروا يجيبوا ولادهم يقراو هنا، راه تيقراو بزاف هنا. خرجوا من هنا، هنا راه كاين الجماعة، وكاين الجماعة هي على راسها غاية ندوزو. كاين يعني دار الضريبة، الله يحفظك. هذا هو الجامعة مقاطعة مولاي رشيد، هذه معروفة هنا. بالنسبة للدار الضريبة راهي فين، يعني ماشي هاد الباب، الباب الآخر. ندوزو من هنا نكملو لكم الجولة. هنا الدنيا نقاية و مكالمية، دابا الدراري مقارينش. بالنسبة لهاد الورقة شي يكونو شي يقراو صحاب البريفي. أنا شحال هادي مقدرت لكم فيديوهات، ضراتني واحد الركبوق لحد الان تضرنا. يعني انا مشينا نيشان في هذاك الاتجاه، هذاك هو شارع عبقادر الصحراوي. هاد البلاصة هادي ما عم دايرين فيها عساس، مدايرين هذاك الشي زوين هنا. حي الرحمة راه محاد مع مجموعة ستاق، واحد من تحت كلية ديال الآداب،
ومحادة وثاني مع المسيرة واحد. يعني هو راه عندهم هذيك القضية تيديرو زعما حي تيكون شوية راقيح دا حي زعما ديال يعني حي شعبي فهمتش بحال لا تي راه ما يمكنش لهم حتى هما يديروا حي راق حدا حي راق راه تجي مصايبة حيت أغلبية الناس اللي في الحي الراقي ما الناس اللي في الأحياء الشعبية هما اللي تيعمرو بحال هذاك المسجد راه أغلبية الناس تيجيو ليه من حتى السيكتور تتحس بيه تيتحرك ملي تيكون حدا شي حي شعبي من هنا راه تتكون الدنيا خاوية راه صعيبة على لي مرة راه مسجد التوفيق فين بقاق انا غادي نهول لكم الفيديو ديالنا ما تنساوش واحد لايك واحد سبسكرايب الله يعاونك.